دي بقى الفقرة الطيبة، الفقرة اللي بحس كده ان الملايكة معانا، فقرة جمعية نبض الحياة. انا بشكر جدا وممتنة جدا لوجود دكتور كارم الفقي معانا. زي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ. والله يا دكتور يعني تشرفنا بوجودك معانا. والله وحشانا كتير وحشنا جمهور حضرتك الكريم. بقالنا فترة ما خرجناش مع حضرتك. كل عام وحضرتك بخير والسادة المشاهدين كلهم بخير. وحضرتك يا رب طيب. دايما كده علينا وعليكم وعلى كل المصريين، وربنا سبحانه وتعالى يرفع الوباء والبلاء عنا وعن بلادنا وعن بلاد الناس اجمعين. اللهم يا رب. امين. اللهم امين. طيب حضرتك معودنا ان احنا نبتدي الفقره بالصلاه على سيدنا النبي صلى الله على سيدنا السلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله خير الاولين وخير الاخرين. يا مصطفى يا مصطفى، من قبل خلقة آدم والكون لم يفتح له إغلاق، ما رام مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. اللهم أمين. امبارح كان معانا دكتورنا الفاضل دكتور أحمد صبري، وكنا بنتكلم عن وقف النخيل، وربنا يصيبكم كل خير ويسر لكم الصعب، وفرحنا جدا جدا ما شاء الله تبارك الرحمن بـ بـ بكم المجهود وكم الزراعات اللي يعني في الفترة الصغيرة دي ربنا أنعم علينا الحمد لله، وأهل الحمد الخير لله كلهم بعمل. استجابوا الحمد لله وبيتسابقوا في الثواب. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مشروع سقيا الماء اللي برضو بتتبناه نبض الحياة. ربنا يكرمكم يا رب في كل الخير اللي بتعملوه، يا رب. وهو توفير كوباية ماء نظيفة بالبلدي كده لأهلنا المحرومين إن هم يشربوا ماء نظيفة. نعم. انتوا ما شاء الله يعني مبادراتكم من شمال مصر لجنوبها، من شرقها لغربها. مشروعكم اللي هنتكلم عنه دلوقتي أعتقد إنه في مرسى مطروح. في مرسى مطروح. طيب الأول نقول فضل أو ثواب إنك تدي حد كوباية مية نظيفة يشربها أو يطبخ بيها أو يسقي طفل أو ست عجوزة عايزة تشرب وبدل ما تشرب مية مش نظيفة أو يعني يجي لها أمر. كلمنا عن فضل المساعدة في إن أنا أوفر كوباية مية نظيفة لحد محتاج. نعم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الماء، الماء هو عصب الحياة. الماء الكرة الأرضية بتتكون من 71% من حجمها مياه، وكذلك جسم الإيه؟ الإنسان. سبحان الله. سبحان الله، هي نسبة وتناسب، وكأن الله جل وعلا بيقول لنا أحييت الأرض أو أحييت الإنسان بما أحييت به الأرض. الماء قال الله جل وعلا عنه في القرآن جملة من كلمات: وجعلنا من الماء كل شيء حي. خمس كلمات لو وقفنا معهم لعلمنا مكانة الماء في القرآن وفي السنة، بل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ديننا. جاء الإسلام ليحيي هذه السنة، أن تسقي غيرك سواء كان إنسان أو حيوان أو طير أو نبات. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما من إنسان يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر. طب الزرع ده عشان أزرعه هيتزرع بإيه؟ بالمية. بالمية، ولولا الماء لمات هذا الزرع. بالظبط. طب الطير الطائر في السماء لو لم يجد الماء إيه اللي هيحصل له؟ هيموت. هيموت طبعا. طب تخيلي بقى حضرتك في وسط الصحراء والطيور مسافرة، لو لقيتي من بعيد كده الطيور تحوم حول مكان، بتلف حوالين مكان، وانت ما تعرفيش المكان ده فيه إيه، فاعلمي أن فيه ماء. سبحان الله بجد. وده اللي حصل مع ستنا السيدة هاجر عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما تركها سيدنا إبراهيم في وسط الصحراء وأخذت تسعى بين جبل الصفا وجبل المروة رايحة جاية كده، إلى أن رأت ملك يضرب الأرض بعقبه بقدمه عند بجوار سيدنا إسماعيل عليه السلام، فخافت على ولدها، فلما عادت وجدت الماء قد نبع والطيور حامت حوله في السماء. فلما تجد الطيور تفرح بوجود الماء، وهي طيور لا عقل لها، فما بالك بالإنسان. سبحان الله. الإنسان الذي سقى كلبا فدخل الجنة. دخل الجنة. سبحان الله. لا، الأفضل من كده يقول فشكر الله له. هو من يشكر لمن؟ الإنسان يشكر ربنا طبعا. الإنسان يشكر طبعًا. الله سبحانه وتعالى طبعا. هذا الرجل لما سقى الكلبة، وهو مخلوق لا يعقل، مخلوق ضعيف لا يستطيع أن ينزل إلى البئر فيشرب ماء، فلما سقي ماء كان الأجر من الله، أن الله جل جلاله يشكر لهذا الرجل صنيعه أنه سقى الكلب. يعني أنا عشان أسقي حيوان الله سبحانه وتعالى شكر
وادانا مثل إن يعني انت لما ساعدت حيوان انه يشرب نعم فالله شكره، فما بالك انا حاسقي بني ادم فيه روح الله. بالظبط. سبحان الله. اسقي انسان، طب تخيل، لا حضرتك انا مش بسقي انسان واحد فقط، هو انا لما بعمل بير في وسط الصحراء في مطروح مثلا في سيدي براني، البير ده بيجمع 100 متر مكعب ميه. 100 متر مكعب. 100 متر. تمام. بيشرب منه مش فرد واحد، ده اسره واثنين وثلاثه. الاسره عدد الافراد هناك في الاسر كبير. ما شاء الله. زي عندنا هنا. لا لا ما فيش في المدن وكده. بالظبط. كبير. كبير قوي يعني، حتى وانا واقف فلقيت اولاد كتير جايين يجروا عليا، فبقول للحاج دول اولاد القريه؟ قال لي لا دول اولادي. الله اكبر. يعني ربنا يبارك. مش عارف ربنا يزيد بس كده ما ينفعش. ننظم عشان المايه تكفينا كلنا. بالظبط. فتخيلي حضرتك اما دي اسره مكونه من 10 افراد ويشربوا ميه. شوف ثوابك مش لفرد بقى، ده الاس ده العشرة. لا ومش بيشربوا مره واحده. طبعا اكيد. تخيل انت حضرتك بتشربي كم مره في اليوم؟ لا كوبايه، ما بشربش كوبايه في الحياه، لا ده بشرب في يوم 10 كوبايات مثلا. فما الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. طب تخيلي حضرتك الانسان اللي واقف في محطه الميه اللي بيجيب لنا الميه في الحنفيات واحنا في القاهره هنا، لا ان نوى ان اخلص النيه لله فله اجر عند الله ان هو عمل على ان تصل هذه المياه الينا. سبحان فما الله. بالك بمن وصل المياه لمن هم في الصحراء. يا ما شاء الله. انسان قاعد في الصحراء ومش لاقي ميه، عصب حياته الماء، عشان يشرب ميه بيركب مسافات طويله بتصل الى 20 كيلو عشان يجيب ميه يشربها. فتخيل انت وفرت عليه صحته، وفرت عليه ماله، وفرت عليه جهده، يا اخي خليته عزيز النفس. سبحان لا يسال الناس شيئا. سبحان الله. يشرب ماء فيرتوي فيشكر الله فيرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اسقي من سقانا وأكرم من أكرمنا وأدخل الفرحة والسرور على من أدخل الفرحة والسرور عليه. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. يا رب اكرم كل حد بيتصدق وبيعمل بير أو بيساعد أو بيساهم في أنه يكون في بير عشان الناس تشرب. اللهم أمين. الله يكرمكم يا رب جميعا. طيب هنشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا. فضل الله عز وجل أكرمنا بالإبار، ولكن لسه مثلا محتاجين إبار غيرك، لأن ما فيش حوش إلا ويعدي 10 أو 15 فرد. إن المية كانت مشقة، الناس تغسل هدوم، الناس تزرع، والناس يعني أكل العيش كله من سبب هذا المال الذي أرسلتموه إلينا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. عاوزين بيار ياما، يعني انتوا عارفين احنا عاوزين 20 15 25، لكن كل حوش جنبي بير، كل حوش يعدي 15 نفر. البير ده وسيله صحيح، لكن والله ما يكفي عشان الزراعه وعشان غسل الهدوم وعشان الشرب وعشان كما انتم ترون. يعني الناس هنا عندها بير واحدة، بئرا واحدة. طب البير دي هتكفي ايه ولا ايه ولا ايه؟ هتكفي شرب ولا هتكفي غسيل ولا هتكفي زراعة ولا هتكفي ايه ولا ايه ولا ايه؟ وهنا المكان عبارة عن ايه؟ عائلات وتجمعات سكانية، العيلة الواحدة لا يقل عددها عن 10 أفراد. 10 أفراد محتاجين بير واحدة؟ لا. 2؟ لا. 3؟ وهم أملهم في ربنا كبير وفيكم كبير انكم تجبروا بخاطرهم، وباذن الله انا متاكد ان اهل الخير دايما ما بيستنوش ابدا. شكرا لنبض الحياه، ونسال الله عز وجل ان يكون في ميزان حسناتهم، ونسال الله عز وجل ان يغفر لهم ويعافيهم ويعفو عنهم. الله يجبر بخاطر اللي بيجبر بخاطر المحتاج. ربنا بيشاور لنا اهو على الطرق اللي
نحمي بيها نفسنا، نتصدق علشان نحمي نفسنا. انت بتشرب مية متلجة نظيفة زيزك في التلاجة، الناس دي مش لاقية بق مية نظيف. دكتورنا زي ما حضرتك التقرير أكد كلام حضرتك ان الأسرة الواحدة ممكن عددها يتجاوز 10 أفراد. نعم. يعني أنا مش بساهم لشخص أو الاثنين أو ثلاثة من الأسرة، ده لأن أنا عد بقى كل الواحد بيشرب أنا باخد ثوابه يعني. نعم. تكلفة البير مثلا لو أنا عايز أعمل بير، لا أنا عايز أخد ثواب كله لوحدي، أنا مش عايز حد يشاركني في ثواب البير، هل تكلفته كبيرة قوي؟ يعني هل يعني كبيرة قوي ولا إيه؟ هنقول أمرين. اتفضل. نقول تكلفة البير ماديا ولا نقول تكلفة البير في الثواب؟ طب نبتدي في الثواب الأول عشان أشجع. ومهما طيب يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الحسنة بعشر أمثالها. أيوة. إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فلو حسبنا إن الجنيه بحسنة، مع أنه قد يزيد عن هذا لأنك تخرجه لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كمان رب درهم واحد اتبرع بدرهم واحد أو بجنيه واحد سبق واحد تاني اتبرع ب100,000. طب ليه؟ لأن اللي اتبرع بجنيه قد يكون لا يملك إلا هو، أو يملك يعني معهوش غير 1,000 جنيه فاتبرع بجنيه، واللي اتبرع ب100,000 معاه ملايين لا تعد ولا تحصى، فهو ده اتبرع بنسبة كبيرة من ماله. أيوة. بكل الجنيه ده يمثل لي مثلا حاجة مهمة، فأنا أهم حاجة اتبرعت بيها. بالظبط. فتخيلي بقى حضرتك لو حسبناها إن الجنيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالك إلى 700 ضعف، وهناك والله يضاعف لمن يشاء، يعني من أخرجه جبرا لخاطر هؤلاء اللي في الصحراء زي ما حضرتك قلت كده. أيوة. في بداية الكلام لا تظن بأن ربنا سبحانه وتعالى سيحسب له الأجر 700 ضعف فقط. من أخرجه ليرضي مولاه سبحانه وتعالى في أن يقف إلى جوار إخوانه، لا تظن بأن ربنا سبحانه وتعالى سيحسب له الحسنة بعشر أمثالك إلى 700 ضعف، لا ده حيضاعف لمن يشاء. لا تظن بأن الذي أراد أن يسقي هؤلاء ماء التزاما لأمر أو امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأجر حيضيع عليه، ده الأجر كبير أوي 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 عند ربنا سبحانه وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء. أيوة. هذا لمن تصدق وأخرج المبلغ يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يعمل بير، واحد بيقول أنا عايز أعمل البير لوحدي، عايز أخذ كل الثواب، لا يشاركني فيه أحد، اللهم إن هذا عن أمي زي ما سيدنا سعد عمل. أيوة. قال يا رسول الله إن أمي ماتت. أيوة. أفأتصدق عنها؟ قال نعم، وعليك بسقي الماء. فراح حفر البير وقال اللهم إن هذا عن أمي سعد، يا رب قدرني وقدر كل حد أبوه متوفي أو والدته، يا رب يا رب يقدروا يعمل بير عشان أبوه أو أمه. نعم. ده بالنسبة لأجر من تصدق. أيوة. ونحط قدامنا كلمة والله يضاعف لمن يشاء، ونحط تحتها مش 100 خط، 1,000,000 خط. والله يضاعف لمن يشاء. شوف انت أجرك عند ربنا قد ايه، وأوسع النية لتنال الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما في الأجر المادي اللي هو ازاي الفلوس بتروح وتيجي زي ما بيقولوا، فهو التكلفة الكاملة للبير 25,000 جنيه. 25,000 جنيه بتجمع فيهم 100 متر مكعب. طب انا كنت فاكره 300 400,000، انا قلت يعني هيبقى رقم اللي هو 25,000 جنيه، ده احنا لو اخوات، لو اسره كده لمت من هنا اتنين ومن هنا كاننا داخلين جمعيه كلنا هنعمل بير لوالدتنا مثلا لجدتنا، يعني رقم الحمد لله يعني ان شاء الله يتلم. طيب 25,000 جنيه يصل عمر البير الى ما يقارب 100 سنه. يعني بفضل اخد ثواب حتى لو انا مت، حتى ولو حضرتك لا. والافضل من كده حضرتك مثلا زي ما كنا شفنا الاسم اللي مكتوب على البير دلوقتي. أيوة. واحد بيفتح التلفزيون لاول مره وشاف الموضوع ده هيدعي لها بالرحمه، والله العظيم انا لما بشوف على مثلا ده على روح المتوفاه كده بقول الله يرحمها ويرحم والدي ويرحم امواتنا جميعا. بالظبط. طب تخيلي بقى حضرتك لو شفتيه، ايه ده يعني ايه سقيا الماء، وبدا يسال وبدا يعمل بير ميه، فانا باخد ثوابه اللي اسمها ده هو اللي شد الشخص ان هو يعمل خير، له الاجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى إيه؟ إلى يوم القيامة لا ينقص من أجرهم شيئا. يعني البير مش 100 سنة حضرتك، إلى يوم البير إلى يوم القيامة، إلى يوم حتى القيامة. لو البير اتهد. بالظبط. أنا ماليش دعوة، لو أنا مت أنا واخدة الثواب إلى يوم ده سيدنا النبي اللي وعدني. ما هو في غيري عمل زيي. أيوة. ما هو في غيري اتعلم مني في حفر البير فحفر بير تاني، فأنا ليا الأجر بتاع البير بتاعي وليا الأجر بتاع بير اللي عمل زيي. نلحق النبي ونحمي نفسنا بالصدقات، أمانة عليكم. طيب حضرتك ما شاء الله الجمعية نبض الحياة بتعمل في مجالات كتير، طب إيه الجديد في نبض الحياة، مجال أنا أقدر أتبرع بيه عشان ناخد الثواب بكرة؟
نعم. طب احنا في نقطة، لو واحد مش قادر يتبرع بثمن البير كامل، أيوه. ممكن يتبرع بجزء، اتبرع ولو بجنيه، واحفر بير بير جنيه مع جنيه مع جنيه. يعني اقول لك انا عايزه مثلا الألف جنيه دول حطهم لي في بير، في بير جمع جمع بقى، انت حضرتك تجمع الألف من هنا والألف من هنا و500 من هنا و500، يعني هيعملوا بير. ويا بخت اللي هو يبدا والناس تكمل عليه، يكون هو الاساس. يا له رب. اجر من جاء من بعده يا رب. طيب حضرتك بتقولي في اعمال تانية الخير، بس انا عايزه اعمل سريع بقى الايام دي كده. طيب احنا عندنا الاعمال كتيره قوي نعدها في حلقات تانية، بس حضرتك بتقولي انا عايزه حاجه خاصه بالايام اللي احنا فيها. أيوة. بالايام اللي احنا فيها، احنا داخلين على ايام فرحه، ايام عيد، ايام طاعات لله سبحانه وتعالى، ايام ذكر وتسبيح وتحميد وتهليل، ايام اكل وشرب، ونحط خط تحت كلمه اكل وشرب دي. هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاكل والشرب في عيد الاضحى، وعيد الاضحى اذا ذكرنا الاكل والشرب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا سنه وشعيرة من شعائر الإسلام في أيام عيد الأضحى، وهي الأضحية. الأضحية. طب نعم. ثانية واحدة حضرتك، بس نشوف بقى التقرير ده، لأن في معانا تقرير بيتكلم على النعمة اللي حضرتك بتكلم فيها. نشوف التقرير ونرجع على طول. العيد في نبض الحياة مختلف، في نبض الحياة عيدنا عند المحتاج، عدنا عند الفقير، عدنا مع البسطاء، معاهم بنوصل تبرعاتكم وصدقاتكم وأماناتكم للناس المحتاجة في كل مكان في مصر. عيد نبض الحياة مختلف لأنه مع الفقير. ساعدونا نوصل للفقراء والمساكين ونوصل لهم فرحة العيد. عايزين ندخل السعادة والسرور على الفقراء والمحتاجين والمساكين في عيد الأضحى، وده مش هيكون غير بيكم أنتوا، علشان نوسع على إخواننا المسلمين في كل مكان. وزي ما بنقول لكم، إحنا بنذبح الذبيحة وتوزع بالكامل، بتوزع كلها. ليه؟ لأنه كان هدفنا من ده إن إحنا نوسع أكتر وأكتر وأكتر على المسلمين. بإذن الله أنا وإنت هنأسس لهم سعادة جديدة، ومش هنسيب قلوبهم أبداً وحيدة. وبإذن الله بمساعدتك ومساهمتك معانا هنكون شخص واحد، بس هنفرح كتير من الناس ضاقت بهم الأيدي والصدور، وهنغير كل ده. صك الأضحية قيمته 3000 جنيه بيتوزع على المستحقين تحقيقا للسنة. صكوك الأضاحي بيستفيد منها أكتر من 20,000 أسرة، 20,000 بيت، 20,000 أسرة، يعني كل أسرة فيها حوالي 5 أفراد، 100,000 شخص بيستفيد من صكوك الأضاحي اللي بنعملها مع نبض الحياة. للتبرع لمؤسسة نبض الحياة من أي مكتب بريد في مصر، حساب رقم 02-0411-3013-48-18، أو اتصل بنا على رقم 010-66-24-12-22 أو 011-23-50-22-29 أو 012-11-11-43-07. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي شفناه ده يعني خير كبير، ويعني حاجة تفرح القلب. طيب أنا عايز أعرف دلوقتي حضرتك، لو أنا معايا قرشين صغيرين عايز اشتري بيهم خروف، ولو انا معايا قرشين اصغر من ثمن الخروف شويه وعايزه اشارك بايه مثلا؟ لو بقر نفسي انا اضحي بجزء من بقره مثلا كبيره او جاموسه او بتاع، بس معيش شويه فلوس كتير، يعني لان البقره طبعا بفلوس 25 وب 30 وبتوصل لاكتر من كده. تمام. طب قول لي اعمل بكام ايه بقى واشرح لي. نعم. سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لنا في ديننا الاضحيه، والاضحيه هي من شعائر الاسلام. طب الأضحية أنا عايز أضحي، في واحد يقول أنا هشتري بقرة السنة دي وهضحي بيها، ده ربنا موسع عليه واشترى الأضحية وخد السبع أسباع وخدهم كلهم ليه وذبح، فله أجر عند الله سبحانه وتعالى. لا ثانية واحدة، يعني أنا معايا شوية فلوس صغيرين أجي لحضرتك أقول لك أنا عايز أشترك في بقرة مثلا، طب بكام؟ طيب. عايز السبع أنا، لأن أنا ما عنديش إمكانية كبيرة. بالظبط، السبع يجزئ عن حضرتك، اللي هو السبع الثمن 3000 جنيه. يعني أنا معايا 3000 جنيه؟ اقدر اشارك في بقره، اقدر اشارك في بقره واخد ثواب. بالظبط، كاني مضحيه يعني اضحيه كامله. اضحيه كامله. طيب في واحد بيقول لا ده انا عايز اعمل حاجه لوحدي واذبح خروف. الخروف موجود، ممكن نذبح خروف، بس الخروف بيزيد شويه، بيكون 4000 جنيه الصك بتاع
الخروف، وهذا له أجر عند الله وهذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى. طب أنا الأجر الأكبر، أنا اللي أخذ بيه ثواب أكبر عند الله. هي حضرتك الأضحية وحدها أجرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وعلمنا بأنه يغفر للإنسان عند أول قطرة دم من أضحيته. الله، يعني أول الأضحية، لو أنا مشترك جايب أضحية كاملة أو جايب سهم في أضحية، حينما أول قطرة دم تنزل من الأضحية يغفر الله جل وعلا للمضحي. اللهم صل على النبي. دي واحدة. طيب أنا ربنا سبحانه وتعالى لي إيه تاني؟ ما أنا لما أعرف الأجر اللي عندي عند ربنا سبحانه وتعالى هشتغل أكتر. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والناس اللي حضرتك بنشوفها في الأضاحي دي، الناس الفقراء، في ناس فعلا ما بتدوقش اللحمة غير في العيد. والله ده حبيبي. أيوة حقيقة. لا إله إلا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا رب سرور تدخله على قلب مسلم. إحنا داخلين على العيد زي ما إحنا هنفرح في بيوتنا ونفرح في وسط أولادنا، عايزين ندخل الفرحة على إخواننا بصك في أضحية ب3000 جنيه، بسهم في أضحية ب3000 جنيه أو صك خروف، وإن شاء الله الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم، ولن يحرم الله جل وعلا إنسان تصدق بأجر فسيجده عند الله سبحانه وتعالى مكتوبا، والله يضاعف لمن يشاء. ونعم بالله، والله ربنا بيضاعف في الدنيا كمان. يعني هقول لحضراتكم إن لو معكش فلوس ضحي أو تبرع بأقل القليل ربنا هيضاعفه لك في الدنيا، هتبص تلاقي خير جاي لك مش عارف جاي لك منين. وعن تجربه ان شاء الله فقرات جايه هشرح لحضراتكم اللي حصل. دكتور انا بشكر حضرتك جدا جدا، وبشكر نبض الحياه، ربنا يا رب يجعلنا من يعني في معيتكم كده، ربنا يبارك في حضرتك وربنا يكرمنا يا رب ويكرمكم خير. اللهم امين. للاسف حلقه النهارده خلصت، استنونا بكره ان شاء الله الساعه 5 على قناه صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.